صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الدعاء بقولي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين، هل يقول الدعاء بيا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين؟ لا، يا رحمة للعالمين لا، لما قالوا يا رحمن يا رحيم هذا طيب. نعم، أما الرحمة فلا تدعى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تسمية السور، وربما يكون مراده يا رحمة للعالمين الرسول، يكون يدعو مخلوقا، لا هذا شرك. نعم.